مساكم الله بالخير أحبتنا، حياكم الله معنا في حلقة اليوم من برنامجكم طب القلوب، سعداء بلقائكم دائما في هذا البرنامج. اليوم في هذه الحلقة راح نتكلم معاكم عن موضوع جدا مهم وطبعا يواجهنا كثيرا في حياتنا، وهو طبعا مطلب أيضا للكثيرين، وهي الرفاهية. راح نتكلم عن الرفاهية وكيف نحققها في حياتنا، وأيضا أثر هذه الرفاهية في حالات الوفاق وأيضا في الخلاف الزوجي كذلك إن شاء الله، وأكثر في حوار إن شاء الله راح يكون شيق وممتع مع ضيفي الفاضل الدكتور الحارث المزيدي. تابعونا. طب القلوب فرحتها وفرحتها. حياكم الله أحبتنا، رجعنا معكم من جديد في هذه الحلقة ولتكلم إن شاء الله عن موضوع الرفاهية وأثرها على الحياة الزوجية. طبعا أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفي الفاضل اللي أرحب فيه باسمكم، الدكتور الحارث المزيدي، مدرب متخصص في العلاقات الزوجية. دكتور الحارث مساك الله بالخير وحياك الله معنا والساعة المباركة. مساك الله بالنور أستاذ حواس، ومسي على جميع أخوان المستمعين والمشاهدين. حياك الله. طبعا دكتور، الرفاهية وما أدراك ما الرفاهية، الكل طبعا يبحث عنها دكتور الحارث، لكن السؤال أحيانا يعني قد يكون تحقيقها ليس بالأمر السهل من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة. فنتكلم دكتور على هالجانب، ونبدأ طبعا دائما احنا قبل أن نعرف أي الموضوع نتكلم ماذا نقصد بهذا المفهوم وهذا المصطلح، ما معنى الرفاهية دكتور؟ نعم أستاذ حواس، ما شاء الله عليكم وعلى الإعداد، اخترتم موضوع حديث الساعة. صحيح. احنا في الأجازة دائما تطلع موضوع الرفاهية والأشياء هذه، فموضوعك مهم واقعي. نعم. واقعي ويب وقته. فخلنا نتكلم عن الرفاهية. شنو هي الرفاهية؟ الرفاهية هي أن أحصل على ما زاد عن الضروريات والحاجيات. الرفاهية هي حصولي على الكماليات. الرفاهية هي حصولي على الهدية. الرفاهية هي خروج الزوجين للتنزه مع بعض. الرفاهية حصولي على عاملة ثانية. هذه كلها من الرفاهية. الرفاهية أمر جدا جميل في الحياة الزوجية. يمنح الزوجين الرضا، يخفف عنهم الضغوط، يوجد بينهم حياة زوجية مستقرة. لكن أحيانا الرفاهية هذه تكون سبب للمشكلات الزوجية. شلون ومتى؟ هذا اللي احنا راح نتعرف عليه. جميل. شلون الرفاهية اللي هي نعمة من رب العالمين، شلون نستغلها ونستمتع فيها ونشكر ربنا عليها بدل ما تكون سبب للمشكلات. فهذا موضوعنا اليوم. جميل. طبعا دكتور مثل ما تفضلت ان هذا الان واقع وينبغي ضبط الموضوع حتى لا يتحول من نعمة الى نقمة دكتور حارث. لكن سؤال دكتور، يعني خلنا ناخذ امثلة على الرفاهية. دكتور البعض في مفهومه ان هذا مش رفاهية، هذا مطلب اساسي وحاجة. فخلنا نتكلم دكتور، يعني خلنا نعرف ايضا بشكل اكثر تفصيلي عن امثلة على الرفاهية حتى نعرفها بدقة ونعرف ان هذه رفاهية مش مطلب رئيسي في حياتنا. نعم، احنا عشان نعرف الجواب على هذا خلنا ناخذ مثال وهو النفقة الزوجية. خلنا نحدد شنو هي النفقة الزوجية الواجبة الضرورية، ونعرف أن ما زاد عليها يعتبر من الرفاهية. فخلنا نتكلم عن النفقة الزوجية من الناحية الشرعية والقانونية والمعمول فيه بالكويت. فخلنا نتكلم عن الرفاهية المالية على سبيل المثال. جميل. أحد أمثلتها. نعم، النفقة الزوجية الواجبة على الزوج اللي لازم يؤديها، اللي هي ما تعتبر رفاهية، تعتبر أمر أساسي بين الضروري وبين الحاجي، هي توفير المسكن المستقل. فهذه حاجة مهمة وهي من النفقات، المسكن المستقل، سواء كان هذا المسكن في بيت أهل الزوج بس يكون مسكن مستقل، أو كان في أجار ومستقل في مكان آخر وخارج بيت أهل الزوج، كلاهما يسمى شنو؟ مستقل. مسكن مستقل. شرط يكون له مدخل ومخرج مستقلين وجميع المرافق من مطبخ وحمام وغرف. طيب، هذا رقم واحد. اثنين، توفير الماكلة اللي منها راح يكون الأكل والريوق الغداء العشاء، أيضا هذه من النفقات الواجبة، وهذه هني ما نعتبرها رفاهية. جميل. هذا أساس. جميل. ثلاثة، توفير الملبس الرئيسي للأسرة سواء للزوجة أو للأبناء، وأنا أتكلم عن الرئيسي، مو ملابس الحفلات ولا ملابس مركات الدوام ولا لا، الرئيسي. ممتاز. وكانوا في السابق يأخذون مثال كسوة صيف كسوة شتاء، ملابس رئيسية للصيف ملابس رئيسية للشتاء، فهي مبلغها بسيط يكون. يعني رقم أربعة، توفير العاملة، العاملة للمرأة ممن تخدم. جميل. وهي بحاجة لعاملة، فهني العاملة يعتبر حاجة ممتاز مطلوبة من النفقة الواجبة على زوج. نعم. هذا رقم أربعة. رقم خمسة، التطبيب. فإذا عدم التطبيب المجاني فيصير التطبيب المالي على الزوج، وما يخفاك تطبيب ضرورة. لا شك. وما كيف تعيش إذا كانت في صحة
يعني مريضة وكذا والزوج لازم يؤدي هذه الخدمة. فهذه النفقات الواجبة. نعم الأساسية. هذه النفقات إما الزوج يدفعها بشكل أعيان، أعيان يعني كل شيء يدفع بنفسه، يروح الجمعية يدفع، العاملة تعالي هذا راتبك، الأجارة هو يدفعه، أو يدفعها على شكل راتب يعطيه للزوجة وهي تدفع هذه الأمور. يا سلام. فالصورتين يعتبرون من أداء النفقة. زين. فإذا احنا طالعنا هذه الأمور الخمسة وأداها الزوج، أداء الأجار ودفع الماكلة والملبس الرئيسي والعاملة والتطبيب عند الحاجة، هني هو دفع المبلغ الواجب اللي عليه، فأدى ما نقول الضرورة وأدى الحاجة، فما زاد على هذا احنا نسميه رفاهية، ما زاد على هالمبالغ. مثل شنو؟ تيجي زوجة تقترح تقول انا بدخل عيالي مدرسة خاصة، هذه هني مو حاجة أساسية مو ضرورية، هذه رفاهية، هذه زيادة عن الواجب ولها أحكامها راح نتكلم عنها بعد شوي. هذا مثال للرفاهية. اثنين، طلبت منه السفر، السفر من الرفاهية. ولما يو العلماء قالوا الحاجات المقاصد الشرعية لها ثلاث أصناف. المصنف الصنف الأول ضروريات، ثم الحاجيات، ثم تحسينيات. الضروريات ما لا تنعدم ما تنعدم الحياة من دونه، أكل والشرب. هذا تعريفه. والحاجيات ما تصعب الحياة بدونه، مثل السيارة، التليفون، صحيح. صار الحياة صعبة، تكييف. صحيح. هذا من الواجبات. نعم. قال والتحسينيات ما تجمل الحياة معه. يا سلام. لكن بانعدامة لا توجد مشقة. مثل شنو؟ سفر. جميل. السفر هو 5 أيام إلى 10 أيام إلى شهر. الحياة ما تصعب بدون السفر. صحيح. هذا مزيد، هذه إضافة. وبالتالي هذه الأمثلة، خروج الزوجين للتنزه مع بعض من الرفاهية، من التحسينيات، الهدية، السفر، المدارس الخاصة، هذه كلها من الرفاهيات. وبما أنها من الرفاهيات إذن هي أمر لا يعتبر من النفقة الواجبة على الزوج، تمام؟ وبالتالي تقديمها يزيد من المتعة، يزيد من الرفاه، يزيد من الألفة، لكن يأخذ حكم المباح إلى المستحب، ما يصعد عن المستحب. كل المختصين في الحياة الزوجية من حيث الحقوق الواجبات قالوا السفر للسياحة هو من المباحات، إذا ارتقى يرتقي إلى المستحب إذا كان يدعم الحياة الزوجية والألفة بين الزوجين. وبالتالي بناء على هذا، إذا كان السفر والتنزه بين الزوجين، وإحنا قلنا هذا شيء مطلوب وإحنا نأيده، لكن هو شنو مرتبته؟ جميل. رفاهية. خلنا نفهم موقعه من الحاجات. موقعه من الحاجات هو رفاهية، هو جميل. من التحسينيات، هو من المستحبات. ممتاز. إذا عرفنا هذا وإحنا ندعو إليه، هني يأتي الحكم المهم في هذا الموضوع. رقم واحد، لا يصح أن تحصل مشكلة على هذه الأمور. لا يصح. لا يصح. يا سلام. وبالتالي إذا أرادت الزوجة أن تطلب هذه الأمور، تطلبها على أنها أمر مستحب، ما تطلبها على أن أمر واجب. فالواجب إحنا نطلبه بقوة، ونكرر طلبه، ونصر على تحقيقه، وقد نستعين بالآخرين لتحقيق الواجب. لكن المستحب ما نعمله بنفس الطريقة، نطلبه بلطف، بالمساحل، بالتودد. صار صار، ما صار يعني أمر ما صار، أنا ما طلعت عن حقي الواجب، أنا أخذت الواجب. جميل. فإذا صار المستحب هذا شيء طيب، ما صار أستمر في المساحل والطلب بالطيب. وأنا عندي مثال دائما أطرحه للخوات في الدورات، أقول لهم فرضا الزوج يالك وقال لك أنا ودي تعزميني بمطعم، هل هذا الطلب فيه خطأ؟ الجواب كلهم يقولون لا ما في خطأ، زوج وخاطره أن زوجته تعزمه وطلب منها بشكل مباشر. فأسألهم طيب إذا هي رفضت، هل رفضها فيه خطأ؟ يقولون لا ما في خطأ. يقولون ليش؟ قالوا هذا مالها وحقها، لها أنها توافق ولها أنها ترفض. قلها ممتاز. إذا زعل وصعد هل هو مخطئ؟ الكل يقول نعم هو مخطئ. قلهم ليش؟ قالوا لأنه صعد في غير موضع التصعيد. يا سلام. ما صعد في حق. جميل. ما قال لها لا تنامي عند أمك ونامة قصب فزعل. صحيح. أمر مستحب. صحيح. فأسألهم طيب إذا حاول يساحلها وقال لها عزميني وإذا عزمتيني لك مني عزيمتين، فرضت ووافقت، هل هذا الأمر خطأ؟ قالوا لا مو خطأ، مساحل حلو. كلهم بس هذا الأسلوب احنا نستخدمه مع كل الرفاهيات. نفس الأسلوب ايضا المرأة تستخدمه مع الرفاهيات. فعندك سفر ما في مانع. في قصة احدى الخوات تقول لي من يومين انا دشيت مع زوجي في نقاش مدته ساعتين، لا
الله يسر. ساعتين. شنو هالموضوع؟ قالت لي، قلت له أنا ودي أسافر في أغسطس. فقال لي ما عندي مانع بس أبيك تشاركين معاي. فقلت له لا، مو من الرجولة إنك تطلب إني أشارك معاك، ودشينا بالنقاش مدته ساعتين. مو من الرجولة. مو من الرجولة. فلاحظ هني جواب هذه الأخت، هل ينم على التفريق بين الواجب والرفاهية ولا الدمج بينهم؟ الدمج. الدمج. إذا خذها القاعدة، الرفاهية ستسبب مشاكل زوجية إذا احنا ما فرقنا بينها وبين الواجب. جميل. طيب كور العفو، يعني ذكرت أيضا أحد أمثلتك الجميلة ذكور الحاث جزاك الله خير. ويذكر مثال التعليم دكتور، البعض يظن أن التعليم الخاص أو أن اللي زائد الحكومة اللي فيه مثلا اهتمام أكثر أو ما إلى ذلك يعتبره مو رفاهية دكتور، فشون دكتور نحاول يعني فعلا نرسخ المفهوم، هل هو رفاهية أم حاجة ومطلب في هالجانب؟ الواقع، الواقع إيش كثر من دكاترتنا وإيش كثر من مهندسينا وإيش كثر من أطبائنا وقضاتنا متخرجين من ثانويات عامة. يا سلام. جميل. ومن جامعات الكويت الطبيعية يعني أو جامعات أخرى. صحيح. كثير. فكيف تقول ان هذا الشيء لا هو اذا عدم انا طحت في حرج؟ طيب شنو الحرج اللي طحت فيه؟ مو صحيح، مو صحيح التصور. وبالتالي هو ما نشك ان قد يكون الخاص فيه اهتمام اكثر. صحيح. اهتمام في اللغه اكثر، اهتمام بعدد الطلاب اكثر، لكن يبقى ايضا ليس أفضلية. لكن يبقى ليس من ضمن الاساسيات دكتور. بدون يبقى شك. جميل شك. وحتى الممارسه العمليه في المحاكم، لما تيجي الزوجة وتطلب من القاضي مثلا ان تطلب نفقه بدل تعليم، ويكون الطالب في الثانوية العامة وتقول له لا أنا ودي أحوله إلى خاص. نعم. وأطلب من الأبو، أطلب منك يا القاضي أن تفرض على الأبو بدل، راح يرفض القاضي هذا الطلب. صحيح. نعم. قد يوافق القاضي على الطلب إذا كان الطالب أصلا في الخاص والأب أراد أن يحوله إلى المقررات وفي طلاق مثلا أو قررها قبل عام وكان في طلاق، فالأب قد يلزمه بهذا الشيء. جميل. للاستمرارية عشان ما ينحدر مستواه، بس مو انه يحوله من هذا الى هذا، لا. جميل. وبالتالي حتى ممارسه المحاكم مو بهذا الطريق، ما تعتبره انه من الواجبات او الحاجيات، الرفاهيه. فنرجع مره ثانيه، الرفاهيه اذا بدينا نفرق بين الواجب وبين الرفاهيه احنا تعدينا شنو المشاكل اللي تنتج بسبب. جميل. الرفاهيه. طيب دكتور الحارث العفو، البعض يقول لك هل هذا المعايير تنطبق ايضا على الكل؟ يعني اذا اختلفت ايضا المستويات الاقتصاديه، يعني هالجانب يظل ينطبق على اللي عنده ما شاء الله خير وغني، والفقير نفس التفرقة دكتور ولا يختلف وضعهم شوية؟ حلو. هو اللي ينفق ذو سعة من سعته. هذا أمر رب العالمين. طيب. فالغني ينفق نفقة غني. والفقير ينفق نفقة اللي يقدر عليه ومن سعته. واضح. بدون شك. نعم. فأكيد النفقة ومقدارها يختلف. يختلف، لكن تبقى عندهم أيضا الغني تبقى عند الرفاهية والحاجة نفس الكور التصنيف ولا يختلف؟ التصنيف. نفس التصنيف. إذا احنا خرجنا يعني خلينا نتكلم عن واحد غني. طيب. ما يبي يدخل عياله مدرسة خاصة، مو واجب عليه. من عنده ما شاء مو شرط. من عنده. هي يعني مسألة، مسألة مالية. كل قدرة مالية مو معيار. مو هي المعيار. جميل. إيه المعيار، هل هذا الأمر من الضروريات أو الحاجيات أو الرفاه؟ هذا هو المعيار. لكن البعض يقولون، بعض الاخوات يقول لك والله انت عندك يعني هذا كره، هذا مش مبرر. صح. حتى لو عنده، يعني انا بي مره ثانيه، زوجتي عندها وزوجتي قادره تعزمني، هل واجب عليها ان تعزمني لاني طلبت منها؟ يا سلام. ايضا يظل في هالجانب نفس الفكره. جميل جميل. احنا نرجع للامر المطلوب. واضح. هل هو اصلا واجب؟ جميل. ولا غير واجب؟ نعم. فهذه نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، احنا نرجع للقاعده، متى الرفاهيه تنقلب الى مشكله؟ اذا ما فرقنا بين الرفاهيه والواجب. اثنين، اذا بدينا نطلب الرفاهية بأسلوب النواجب، مو بالتودد، مو باللطف، مو بالرفق، نطلبه على النواجب فنصر ونصعد مثل الأخت اللي ناقشت ساعتين كاملة، هذا خطأ. حلو. فهذا الشيء لازم ننبه عليه. جميل. احنا نرد نكرر. نعم. احنا مع الرفاهية. وهذه نعمة من رب العالمين. نعم. وتخفف الضغط على الأسرة. صحيح. لكن نحطها في محلها ونطلبها بالأسلوب الصحيح. إذا دكتور الحارث، يعني الرفاهية من كلامك هي سبب للرضا والتوافق إن شاء الله، صحيح الكلام؟ هذا الأصل. هذا الأصل. ولكن قد تسبب مشكلات زوجية إذا تم طلبها بشكل يعني وكأنها حاجة ضرورية. نعم. عن الخلاف. بالضبط. جميل. طيب دكتور السؤال، كيف يمكن التغلب على المشكلات الناتجة دكتور الحارث عن هالجانب؟ يعني بعضهم لا يصر على أن فعلا هذه حاجة ومطلب، لا زال يصر على الجانب. نعم. احنا نرجع مرة ثانية، في هناك حقوق وواجبات. نعم. تم تأصيلها، إذا رجعت إلى الدين تم تأصيلها، إذا رجعت للقانون تم تأصيلها، يعني الحياة الزوجية مو مزاجية. جميل. مو بتقدير الزوج أو الزوجة، لا، في أصول. لذلك حياة زوجية في الإسلام تحديدا مسيجة بصور من الأحكام كثيرة. يا سلام. لحمايتها.
كثيرة من الأحكام، مئات الأحاديث النبوية وعشرات الآيات عن الحياة الزوجية، ففيها أحكام كثيرة وضحتها. لذلك أنا دائماً أقول الحياة الزوجية ديننا أقر الزواج وعطانا معاه كتالوج. يا سلام، شنو تسوي وشنو ما تسوي؟ جميل. وما هي حدودك؟ جميل. اللي ما يعرف الحدود يرجع للمزاج وللرغبات، اللي يعرف الحدود المسألة تكون واضحة عنده. فالحين لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق امرأتي أحدنا علينا، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسيها إذا اكتسيت وألا تضرب الوجه ولا تقبح. لاحظ، عطاها الحاجة المادية ومنع الأمر السلبي المعنوي. جميل. هو التقبيح والضرب، تحلية وتخلية. جميل. هذا ديننا. لكن ما ذكر الموضوع الرفاهية على شكل الإلزام. راح أذكر لك بعد شوي كيف ديننا حث على الرفاهية بس مو بشكل إلزام. إذا كنت أتكلم فعلا عن هالجانب المهم، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله معكم أحبة نتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع المهم، الرفاهية في حياتنا وشون نتعامل مع هذا المطلب المهم، لكن بعد الفاصل. رجعنا معكم من جديد أحبتنا، حياك الله دكتور الحارث من جديد. إذا دكتور، فعلا الرفاهية مطلب، وذكرت قبل فاصل دكتور الحارث أن الدين أيضا حث على الرفاهية دكتور، وتعتبر أيضا هي من أسباب السعادة بلا شك في ذلك. نعم. أنا لو لاحظ الرفاهية تختلف من عصر لعصر ومن شكل لشكل. وإذا احنا رجعنا الرفاهية هي أن أحصل على ما زاد عن الواجب والحاجة. إذا جينا حق التعريف، أنت تشوف الإسلام يحث على هذا الشيء بأساليب مختلفة، حتى الرفاهية المعنوية. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع إحدى زوجاته وهي عائشة رضي الله عنها، كان راجع من إحدى الغزوات فتأخر عن الصحابة ومشى مع عائشة لوحده، ثم قال لها سابقيني جريا على الأقدام. هذا مو واجب ولا هذا حاجة، هذه رفاهية، شكل من أشكال الرفاهية بين الزوجين. بالعكس، ديننا في بعض الأحاديث حث للزوجين أنهم يترفهون ويتوسعون في الكلام، وبين أن هذا يأخذون عليه أجر، ما لو صار في غير بين الزوجين لما أخذوا عليه أجر. في حديث لما قال عليه الصلاة والسلام كل لغو باطل، لغو يعني كلام ما منه فايدة. صحيح. اللي تصير بين الشباب بالدوانيات وبالدوام، النغزات، الحش، المقارنات، باطل يعني ما له أجر. ممتاز. إلا ما كان ملاعبة الرجل لامرأته إلى آخر الحديث، مع أن يعتبر رفاهية في الجانب، تضغطها وتضغطك بحدود. نعم. تغشبر معها وتغشبر معك، تنكت كل هذا أجر. هذه رفاهية. صحيح. هذا شكل من أشكال الرفاهية. لا نحصل الرفاهية بالرفاهية المادية. جميل. لكن إحنا بنعطي الخوات الحين يسمعوننا أدوات تخليها إذا طلبت الرفاهية من زوجها تكون أقرب للحصول على القبول من الحصول على الرفض. إيش رأيك؟ يذكر هذا العكس، هذا جانب مهم. حلو. نعم. في قاعدة في علم النفس اسمها قاعدة الربح النفسي، تقول إن الإنسان يستجيب لمطالب الآخرين إذا كان يعتقد أنه سيحصل على مقابل مساوي أو أكبر. حلو؟ ممتاز. وهذه أصلا قاعدة شرعية معروفة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلام. فالله بيّن لك أنت تسعى للحصول على الجنة، ربح. صحيح. فنفس الشيء الزوجة، شلون تقدر لما تطلب من الزوج الطلعة ولا تطلب منه أمر من الرفاهية أو السفرة، كيف تقدر تحط له ربح نفسي؟ يا سلام. فبدال ما تقول له خلنا نسافر ترى أنا مليت، لحظة ما في ربح نفسي. نعم. تقول له إيش رأيك نسافر، ترى اليهال يحتاجون ريفريش، عيالك باكر رجعوا، درجاتهم تصير أحسن، أثر حلو عليهم. نعم صحيح. في أثر، عيالك يهدون. إيش رأيك نسافر هالديرة فيها مكانات حلوة، أنا أصورك، هو يحب التصوير مثلا، صورك هناك. ممتاز. يحب نوع ولون معين من الأكل، أوديك المطاعم مشهورة هالدولة بهالمطاعم أوديك هناك. أشياء بسيطة. صحيح. بس تعطيه شنو؟ في ربح. صار تسويق تكون السفرة. ليش لا؟ كل شيء تسويق. صحيح. فهني ترغبة. صحيح. تعطيه ربح نفسي. ترى هذه في لها أمثلة وايد وتنجح في الواقع مع الأزواج. لما تعطيه ربح نفسي أفضل من التصعيد. ويمكن يفكر في الموضوع ويرفض الحين ويوافق بعدين، لأنه حس أنه ربحان شيء. أفضل ما هي تصعد معه ويتنافرون ويقول لها كيفك، مو عاجبك، لا يعجبك. فنستخدم تكتيك الربح النفسي في طلب السفر، طلب الطلعات. إحدى الخوات تقول لي، أنا قلت حق زوجي، هو كان عنده مشروع، قالت له إيش رأيك نروح مع بعض المطعم اليوم، راح أعطيك مقترح عجيب حق مشروعك، تشجع. قال لها مشي يلا خلينا نروح.
ومرات احد الاخوات تقول لي انا اقول له امشي خل نروح المطعم الفلاني وانا عازمتك. يا سلام. يتشجع يقول يلا امشي خل نروح. صحيح. وايد طرق فيها ربح نفسي مادي، احيانا نطبق هذا احيانا ما نطبقه، بس هي اساليب ذكيه بدلا من التصعيد في غير موضع التصعيد. زين. فالربح النفسي اسلوب جربي المساحل، أصك الموضوع وما أفتحه وأفتحه بعدين. أهم شيء أني ما أطلب المستحب والرفاهية بأسلوب التصعيد وبأسلوب الواجب. جميل. طيب كل حارث، أيضا ماذا عن أثر التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا اللي أثرت على مفهوم الرفاهية؟ الناس قاعد تشوف أمور وكأن هذه هي الرفاهية. دكتور حارث، بالضبط والله أنك دست على جرح مثل ما يقولون. الحين كثير من الناس بدأوا ما يشعرون بالرضا نعم بسبب ان وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثه قربت لهم اللي قاعد يصير برا بيتهم وبرا مكانهم، وقاموا يشوفونه بشكل متكرر ويومي. انت تتصور معي استاذ، تضيف كل مواقع السفر وكل الرحاله وبس تقعد تطالعهم يوميا وين راحوا وين سووا، هذا رد طيب، هذا الثاني سافر، هذا رد، ثالث سافر، فتحس ان الناس كلهم مسافرين وانت قاعد، فتشعر بحاله من عدم الرضا. لكن مو هذا الواقع، مو هذا الواقع. احيانا تجيني استشارات لزوجين مسافرين طول السفرة ما يتكلمون مع بعض طول السفرة. طول السفرة. طيب. ليش؟ ما بينهم توافق. ما هم مسافرين. ما هم مسافرين. لذلك لا تعول على اللي تشوفه. مو دائما ترى الرفاهية تكون سبب للتوافق. جميل. لذلك أنا بقول شيء. في شيء أهم من الرفاهية. واللي هو الفرق. التوافق الزوجي. إحدى الخوات اتصلت فيني. قالت لي أنا زوجي ما يحب يطلع معي برا البيت. فسألتها سؤال مهم، شلون علاقتك معه في البيت؟ قالت من أروع ما يكون. قلت لها شوفي. احنا كمختصين عندنا قاعده ان جوده العلاقه تبدا من المنزل عندما يجتمع الزوجان سويا. هذا المعول في جوده العلاقه وليس الخروج. هذا الاساس دكتور. هذا الاساس. بما ان هذا موجود انت كسبتي الامر الاكبر. صحيح. الباقي كله يتعوض. الباقي كله يتعوض. صحيح. بمعنى انت اذا تكلمتي مع زوجك في البيت انت حاسه بامان وبراحه. طلعتي معه بسياره لو تيك اوي انت مرتاحه. دقيتي عليه تليفون انت براحه، انت مرتاحه معه. بالمقابل في أزواج ما بينهم توافق زوجي، فلا السفر يزيد التوافق ولا هي مرتاحة في البيت. أنت حصلتي التوافق، إحنا خلنا نجتهد للحصول على التوافق. الرفاهية تزيد من الشيء الموجود. شوف القاعدة هذه. يا سلام. الرفاهية تزيدني من الشيء الموجود. إذا أنا راضي الرفاهية تزيدني رضا. يعني سبب نسب زيادة السعادة. زيادة السعادة. إذا أنا مو سعيد الرفاهية ما تسوي شيء. يا سلام. ولا راح تخفف. صحيح. وايد نشوف بالسوشيال ميديا واليوتيوب أغنياء يعبرون إنهم مو سعيدين. صحيح. يعني عنده مال وعنده سفرات عنده. بالضبط. بالضبط. وأنا بختم في النقطة. إذا بتكلمنا عن التوافق الزوجي هنقسم التوافق الزوجي إلى ثلاث مراتب. مرتبتين وسط. مرتبتين متطرفتين وسط. مرتبة الأولى التوافق الزوجي العالي، وعادة هذا يكون بين زوجين بينهم طباع متشابهة وبينهم تكامل، وهذا قليل خلينا نكون صريحين، وهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تلاقى منها تلف. قليل. ليش قليل؟ لأن عادة الأطباع مختلفة. صحيح. فقليل ما تلقى أطباع متشابهة، وهذا يمكن ينطبق عليه قول ابن عباس رضي الله عنه لما قال ولم نرى مثل تقارب القلوب. إن ما رأينا نعمة أهديت لإثنين كتقارب قلوبهما. جميل. هذا النوع الأول. النوع الثاني على العكس، إثنين بينهم سوء توافق زوجي. ليش؟ لأن بينهم العديد بل أغلب أطباعهم متناقضة ومتعارضة. هو انفعالي وهي انفعالية، هو قلق وهي قلقة، هو بخيل وهي كريمة. في بينهم تعارض قوي جدا، وبالتالي هذول في نزاع مستمر، وهذول قلة أيضا. هذول قلة. جميل. الوسط، أكثر الناس في الوسط اللي هم بينهم نقاط تشابه وشوية نقاط تضاد، وهذا الوضع الطبيعي. احنا لا نسعى ندور التشابه التام لأن هذا قليل قليل، ولا اللي ولا نطيح بالتناقض التام، احنا بالوسط. شنو يقولون المختصين هنا؟ يقول من كان في هذه المرحلة، المرحلة الوسط اللي بينهم تشابه وبعض التناقض، يقولون هما ينبغي أن يبذلون المزيد من الجهد في التواصل وسيصلون للتوافق الزوجي اللي عند القليل هذا. القليل. يا سلام. شنو يعني نبذل المزيد من الجهد؟ يكون بيننا شوية تنازل، شوية تسامح، نشتغل على بعض الأطباع، نهذبها، نخففها. هذا الجهد راح يوصلني إلى ذيك المرتبة. ممتاز. جميل. فهذا الأهم. وهذا دكتور جميل في صح. هذا الموضوع. هذا فعلت توضيح جدا دكتور جميل منك، جزاك الله خير. أيضا دكتور حارث مسألة مهمة دكتور ودي نوضحها للناس، يعني هل هناك علاقة وارتباط بين الرفاهية والسعادة دكتور؟ حلو. لاحظ معي برجع للقاعدة. الرفاهية تعطيك
أكثر مما هو لديك. يعني الشيء الموجود عندي الرفاهية راح تزيده. ممتاز. فإذا كنت أنا إنسان سعيد الرفاهية راح تزيدني سعادة. إذا كنت أنا إنسان تعيس وعندي ممارسات خاطئة الرفاهية راح تزيدني في ممارساتي الخاطئة وتزيد من تعاستي. فبالتالي إذا كنت أنا بالأساس إنسان عارف شلون عارف الرضا صحيح. وعارف السعادة وعارف الإيمان بالله اللي عادة هو أصل الرضا يا سلام. هذا الشيء مع الرفاهية نعمة، لكن مو دائما الرفاهية تكون نعمة. إحنا نشوف في كثير من الناس بسبب الرفاهية صحيح. انحرفت، بدأت تمارس ممارسات خطأ صدقت. زادت في الانحراف بسبب بالضبط. الرفاهية صحيح. وبالتالي الرفاهية تزيد مما هو لديك في الأساس. جميل. طيب دكتور حارث المزيدي، ماذا عن يعني مسألة مهمة دكتور اللي هي الاتفاق على تحديد الأولويات دكتور؟ هل هذا جانب مهم دكتور في يعني وصول أيضا للرفاهية في الجانب دكتور الحارث؟ حلو، نقطة مهمة. نعم. أنت قاعد تتكلم عن حوار بين الزوجين. بالضبط. فنرجع مرة ثانية لموضوع التوافق الزوجي. إذا إحنا مو قادرين نتحاور ما راح نتفق على أبسط الأمور. إذا إحنا قادرين نتحاور راح نقدر نوصل لاتفاقات أيا كانت. صحيح. واللي عادة يخرب الحوار بين الزوجين خلينا نسميه الأنا. 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 أها. اللي هي الأنا المتضخمة، اللي هو صوت داخلي يدعوني للدفاع عن نفسي. فأثناء الحوار أكيد في حرارة وفي شدة. صحيح. فإذا كنت دائما أشوف نفسي أنا في الحوار مظلوم. أو مغلوط علي، مع أنه ما في غلط ها؟ لكن هذا متوهم، راح أكون في حالة دفاع، طرف الثاني راح يتحول موضوع شخصانية وما راح نوصل لشيء. فعشان الحوار ينجح نقلل من الأنا، عشان الحوار ينجح يكون عندنا نية أني أنا بسمع، ما راح أكون في طرف الدفاع. هني ممكن الحوار يتقدم. إذا الحوار تقدم نقدر نحدد أولوياتنا. وخذ هالقاعدة، إذا كانوا الزوجين بخير العيال بيكونون بخير. يا سلام. إذا الزوجين متوافقين العيال بيتربون صح. هذا أساس طبعاً. في استثناءات. وإذا كان الوالدين مو بخير في تواصلهم بيأثر هذا على الأبناء بشكل عام. إذا دكتور حارث يعني حتى لو كان في تفاهم بين الزوجين وفي يعني خلينا نقول توافق دكتور، لكن أيضاً يظل الحوار مطلب ومهم أيضاً أن يحددون دكتور أولوياتهم حتى يعني حياتهم ترتب بشكل أكبر. يعني خلينا نقول يوصلون حق الرفاهية، يأمنون مطلب يعني حياتهم المستقبلية وحياة أبنائهم. يذكر يظل التحاور وفي ظل نجاح هذه الشركة أمر جداً مهم دكتور حارث. جداً مهم الحوار. إحنا الله عز وجل ميزنا بالكلام. صحيح. صح كل كائنات الحية لها أسلوب معين في الحوار، لكن احنا حوارنا جدا متقدم كبشر. صحيح. فهذه اهم نقطة تميز من امور اللغة، ترى من اهم النقاط اللي تميز بني ادم. صحيح. اللغة. صحيح. فاذا انا ضعيف اللغة، ضعيف في الحوار، انسان باختصار انفعالي، نجاح انسان قلق، نجاح في تأثير يقل التواصل، ما راح ينجح الحوار. جميل. صحيح. فارجع مرة ثانية، انا احتاج اهذب امور فيني، وعشان اهذبها لازم اتعرف على نفسي من جديد. احنا في ناس نقدم لهم استبيانات، يوم يحل يقول لا والله انا الاستبيان طلعني قلق، بس انا مو قلق. يوم تساله عن تفاصيل حياته لا انسان قلق جدا جدا، لكن هو مو منتبه. واضح. فلذلك احنا نقول انسان ما يقدر يطلع من سجن هو ما يشوفه. لازم انت تتعرف على نفسك وتشوف اطباعك بطريقه علميه، طريقه صحيحه، بناء على هذا تبدي تعدل. شلون اعدل شيء انا مو منتبه له؟ يعني تستثمر بنقاط قوتك. والله انا نقطه قوتي بالحياه الزوجيه اني اقدر اتكلم. ممتاز. واقدر امدح. ممتاز. واقدر، او نقطه قوتي اني كريم واعطي. تستثمر في نقاط قوتك وتحاول تفهم نقاط ضعفك وتهذبها. هذا شيء يخلي الانسان يتقدم. اللي ما يشوف اطباعه ما راح يتقدم بالحياه الزوجيه. جميل. اذا تذكر من نتاج ان شاء الله وثمار هذا الحوار اللي تفضلت فيه الحارث، ان يكون ان شاء الله من خلال ثمره النقاش وجود فكره لانشاء خلينا نقول حساب مشترك، ادخار ان شاء الله يعني مبلغ مالي يأمنونه مستقبلا، وهذا تذكر من ثمار الحوار، وان شاء الله يكون بهالجانب هذا رفاهيه مستقبليه ان شاء الله. هذا نتاج تذكر. هذه من الامور اللي ما في قاعده تقول ترى لازم الزوجين يكون عندهم حساب مشترك أو مو لازم يكون بينهم حساب مشترك. هذا أمر مفتوح لكل زوجين بينهم توافق عالي، بينهم نوع من التخطيط. نعم. نظرة مستقبلية. ممتاز. يعني زوجين عندهم هدف. جميل. عندهم تخطيط، عندهم نظرة مستقبلية. صح. بينهم توافق. ممتاز. يكون هذا الشيء داعم. ممتاز. لكن إذا ما في توافق. صحيح. ما في ثقة،
ما في نظرة للمستقبل، هذا قد يكون عنصر يعني توجس وعنصر خوف بينهم، فاحنا ما نلزم احد. بالضبط. هذه الامور ايضا نقولها من امور الرفاهيه، لكن تكون اللي ان شاء الله بينهم توافق جميل يكون عندهم الجانب هذا موجود، ممتاز، يكون افضل افضل. إيه؟ هذا جانب رفاهيه ان شاء الله يكون من الرفاهيه في الاسره، ان انا عندي مبلغ مالي اكبر من لو جمعته انا بروحي. بالضبط. وهذا المبلغ راح نستثمره في شيء مشترك ايضا بين الزوجين. صحيح. سواء كان من بناء بيت مثلا، طبعا بناء البيت ما في مانع زوجة تشارك فيه، يعني اتفقنا. صحيح. بعض الرحلات والسفرات اذا بيسافرون بيدخلون عيالهم مدارس خاصه. صحيح. يكون امر استثمار ما في اي خطا. تكون ايضا يعني تكون ايضا راتب الزوج نفسه لن ينجح، حتى الزوج يكون باداره اموره الماليه سواء في الادخار، وضع مبلغ حق الطوارئ، اي امور ثانيه، الا ايضا بتعاون ديكور الزوجه. الزوجه يعني هي خلينا نقول رئيس مجلس الاداره حق الشركه ديكور، فنجاح الشركه لازم يكون ديكور بالتوافق بينهم في هالجانب. ما أشك، بس لازم نرجع مرة ثانية. أيوة. نحدد حق الزوج واجباته المالية. لا شك. ويعرف واجباته المالية ويقوم فيها، ثم نقول ما زاد عن هالواجبات المالية ممكن يدعو زوجته للمشاركة. يا سلام. لأن مثل ما قلنا القوامة، الله عز وجل ميز زواجنا بالقوامة. صحيح. والقوامة تأمرني أني أنفق على أسرتي. صحيح. والنفقة هي خمس مراتب ذكرناها قبل شوي. صحيح. أنا أديها، ثم ما زاد على هذا ممكن أقول حق زوجتي تحبين تشاركين، شاركي هني، ما في أي مانع ولا خطأ. جميل. طيب كل حارة، ما رأيك في الإنسان أساسا يكون يعني في ضمن تقسيمة راتب الأساسية يحط دكتور جزء منه حق الرفاهية، حق الطلعات، حق التمشي مع الأهل والعيال، يعني حتى لو أن راتب محدد دكتور لكنه أساسا حاط له جزء محدد دكتور، ما يقول لهم والله هذه أمور لا زايدة عن الحاجة، مخلي دكتور يعني خطة أساسية في حياته. هذا كلام صحيح. نعم. وكثير من المختصين اللي يتكلمون عن الإدارة المالية. جميل. يقسمون معاشهم إلى خمس أقسام، مو معاشهم، يقولك أي مدخول يأتيني يقسم إلى خمس أقسام. يا سلام. قسم للضروريات. صحيح. قسم للتعلم. صحيح. قسم للمستقبل، قسم للرفاهية. يا سلام. ويعطونا تقريبا 15% مو أكثر. بالضبط. وقسم للصدقات. نعم. قسم الله. للصدقات. يعطونا 5%. ينمي المال. فكل مبلغي يتقسم هالتقسيمة. جميل. وهذا الشيء أكيد راح يخلي الإنسان أذكى في تعامله مع المال. احنا نشكرك فعلا كل الشكر للدكتور الحارث المزيدي، ما شاء الله الوقت مره سريعا، مدرب متخصص في العلاقات الزوجيه، نقول لك فعلا اثريتنا بحلقه دكتور، وفعلا قواك الله وامتعتنا فعلا. مشكورين واشكركم على اختياركم هذا الموضوع الذكي، واحنا مع الزواج الذكي. انت اللي كم مشكور، عساك على القوه. ايضا شكر موصول لكم محبتنا لهذا المتابعه لهذا الحوار، انتظرونا ان شاء الله في حلقه مقبله، نقول لكم في امان الله ومع السلامه.